قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. من شروط الدعوة إلى الله عز وجل أن يكون فيها العبد مخلصا لله، وهذا يستفاد من قوله أدعو إلى الله. والشرط الثاني أن تكون هذه الدعوة على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مستفاد من قوله قل هذه سبيلي. فإذا كان الداعية قد أخل بالشرط الأول فيكون مشركا، وإن أخل بالشرط الثاني يكون مبتدعا، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنية. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالشرط الثاني قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما جاء عند مسلم.